صباح الجمال والسعادة والحماس والطاقة الإيجابية على كل شعب مصر. أهلا بيكم وفي حلقة جديدة النهاردة معاكم دينا السعيد. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بطاقة إيجابية. معانا النهاردة مبادرة جميلة جدا بتلف في كل المحافظات، مبادرة بإيدينا نجملها. مبادرة بإيدينا نجملها وصلت محافظة الغربية، وكان الجمعة اللي فاتت في محلة الكوبري بدأوا الفعالية لتجميل الشوارع والميادين. شارك فيها حزب مستقبل وطن وحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والأطفال والطلاب والمواطنين المصريين. كانت في الحقيقة مشهد رائع جدا جدا جدا. خلينا مع بعض لو نشوف مجموعة من الصور الناس اللي شاركت في المبادرة. بنستكمل معاكم مشهد المبادرة، خلونا مع بعض نرجع للصور المشهد الرائع اللي كان موجود في المبادرة. تمام، كان هنا في زي ما انتم شايفين كده عندكم رئيس حزب المستقبل وطن ومشاركة أمانة المحلة لجنة المرأة، وكان رئيس مجلس المدينة والنائب محمود شحاتة، وطبعا طلاب المدارس، وكان في مجموعة من ذوي الهمم كانوا موجودين. في كمان حقيقي بقى مشهد رائع حصل برضو، محافظ الغربية كان في سمنود. خلي ده المشهد ده سيادة المحافظ الدكتور طارق رحمي، حقيقي مشهد رائع جدا. أول مرة نشوف محافظ غربية بينزل يشارك في تجميل الميادين والشوارع، حاجة ما حصلتش قبل كده، حاجة جميلة جدا جدا جدا. طيب هنرجع بقى لتاني حاجة معانا، مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية، طبعا سيادة اللواء محمود توفيق وسيادة اللواء محمود حمزة محافظ الغربية، وسيادة العميد أسامة مونجي مدير إدارة حقوق الإنسان بالغربية قام بتنظيم مبادرة جميلة جدا في الغربية. زاروا دار المسنين، وكمان زاروا دار الأيتام لذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. كان بيدعو لازم يكون في تكاتف مجتمعي، نشارك دايما ذوي الإعاقة معانا، ما يبقوش منبوذين. مشهد رائع جدا جدا جدا. خلونا مع بعض نروح نشوف التقرير للمبادرة اللي عمله لنا مراسلنا من الغربية علي يوسف، وهو مصور كمان التقرير. خلونا نشوفه ونرجع تاني.
ورجعنا لكم تاني. وقبل ما نستقبل ضيوف حلقتنا، انا جات لي مشكلتين كده عايزه يعني اقولها لكم. كان في بنت جات لي قالت لي انا مش عارفه اعيش، وتعلقت بواحد من اول نظره شفته مرتين صدفه في مكان. اول مره اداني نصايح ومواعظ، وتاني مره عملني وحش قوي. كان عايز يهرب ويعيش، يعني كان عايز يهرب، واول ما شافها يعني تاني مره. وبدور على وشه في كل وشوش الناس. انا عايزه اقول لك ان انت انسانه صادقه في مشاعرك، انت انسانه مخلصه، يعني مفيش دلوقتي حد في الزمن ده بيتعلق بحد ان بيشوفه مرتين. انت عيشي حياتك وكملي وما تفكريش في اي حاجه. هرب ودور وشه، انت كمان عيشي حياتك وخليه في يوم من الايام لما يشوفك هو اللي يقرب لك. انت انجحي وكبري، ما توقفيش حياتك على حد، محدش يستاهل. لازم تكوني انت دايما ناجحه وكبيره، لان دايما الناس بتحب الانسان الناجح، ودايما بيزعلوا قوي لما يلاقي حد بينجح وبيحلو وبيكبر، بتبقى حاجه حلوه قوي 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 قوي. فانت دايما تعيشي حياتك وملكيش، يعني ما تفكريش في الماضي. ولو كان ليكي نصيب تشوفيه مره ثالثه ورابعه هتشوفيه. في بنت تانية بتسأل بتقول هو ليه دايما في العلاقات الكتير اللي بندخلها وبنخلص قوي بنتصدم، وبنلاقيهم بيرتبطوا بناس اقل مننا في كل حاجه، هو للدرجه دي احنا رخاص قوي؟ لا احنا مش رخاص قوي، احنا غاليين قوي، احنا كويسين قوي. والبنت ضعيفه قوي لما بتحب بجد ومشاعر من قلبها، بتدي كل حاجه بكل طاقتها، بس هو ده بحظ ونصيب. طول ما انت صادقه في مشاعرك، وطول ما انت جواكي كويس قوي وعملتي كل حاجه من قلبك بجد، ما تخافيش على بكره، لان بكره هيكتب لك الاحسن والاحسن والاحسن، عشان انت احلى كل حاجه في الدنيا. خلوني بقى استقبل ضيوف اللي منوريني النهارده في موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا، موجود في كل حته. احنا اتكلمنا عن الايجابيات، هنتكلم بقى عن السلبيات شويه كده وشويه كده. موضوع حلقتنا النهارده عن تلوث المياه اللي موجود في كل قرى وكل محافظه. احب ارحب بضيوف. الاول المهندس لطفي توفيق، اهلا اهلا بحضرتك. وسهلا. مهندس بوزاره الري، والكاتب الصحفي محمد الحوت، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتوني وصباح الفل عليك. صباح العسل. النهارده المشكله اللي جات لنا من محافظه الشرقيه، في تلوث كبير جدا جدا بترعه ابو حجر بمركز ابو حماد محافظه الشرقيه. مفيش هناك تعاون خالص ما بين الوحدات المحليه وهندسه الري، وكمان مفيش توافر صناديق قمامه. طبعا مفيش صناديق قمامه، فالقمامه كلها في المياه، فبالطبيعي يكون في تلوث. اهلا بحضرتك يا باشمهندس لطفي. كلمنا كده النهارده، حضرتك طبعا جاي النهارده تتكلم عن التلوث ومشكله القريه عندكم. التلوث البيئي مش قريه، مش بتكلم على قريه، على محافظه على او محافظة على مول. أو هنا نقول ايه، التعاون بين ادارات الحكم المحلي وهندسات الري على مستوى الجمهوريه، مش على قد اداره عامه الصلاحيه. كوحده محليه، وحدات محليه او مجالس مدينه، في اغلبيه الترع ماشيه في قلب القرى. القرى ديت كل هيتها مفيش فيها، المفروض ان عملها سلك زباله، سلك زباله والسم ديت، لان الناس ترمي الزباله، ما ترميش كل المخلفات عندها فين؟ في المجرى المائي. فبيعمل اجهاض كامل بالنسبه لدار العامه للرعايه الصحيه واي هندسه ري، لان تطهير دايما يومي كميات رهيبه الشكل في ترعه ام حجر وترعه جمر واحد واثنين. طبعا عدم التعاون الوحدات المحليه بقريه الازديه او مجلس مدينه ابو حماد، يعني ما نقدرش يوصلنا هنا عربيات لصناديق تلم الزباله من المنطقه نفسها. يقول لك ما فيش عندي عربيات، انا بطلع العربيه مثلا يوم في الاسبوع. يوم في الاسبوع تلم قريه كامله متكامله فيها جميع امكانياتها، وتوفر فيها كل الامكانيات، ما فيهاش عربيه او عربيات تنزل تشيل القمامه، ده مشكله بنت كلب خطيره جدا. مجرى ما يكون طوله 20 كيلو، وفي اول 3 كيلو مليان كله زباله، هنوصل ميه ازاي للناس؟ فبتعمل اجهاد بالنسبه لنا كدار عامه الصلاحيه، بتعمل لنا اجهاد كميات زباله غير شكل تطلع كل اسبوع. تاني حاجه حاطين السوق، الوحده المحليه حاطه السوق بتاع البلد على المجرى المائي. طبعا ده سبب كبير جدا للتلوث نفسه. طيب احنا دار عامه الصلاحيه قياده المهندس محمد احمد السعودي عامل جهد جبار على تطهير المجاري المائي بالكامل في كل اتجاهات. شافت فتره دار عامه الصلاحيه في 2019 ما شفتهاش قبل كده خالص، في تطهير، في تنظيف ترع، تسليك مجاري للترع المغطاه، في حاجات كتير جدا. احنا بنبني الوحدات المحليه
بتحاول ترمي قيمتها في قلب المجرى المائي. فين التعاون بتاع رئيس مدينه ابو حماد؟ غير متعاون بقريه الازدياد تماما. كل اسبوع يبعت عربيه او اقول لك استنى لما نبعت عربيه. طب احنا ننزل نشيل القمامه من الترع بالمعدات بتاعت درع مرة الصالحيه ونطلع الجسر، عاوزين نشيلها فداير كده على طول باستمرار اسبوعيا. طب انتوا كاهالي عملتوا قدمتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ جريتوا فين؟ احنا مش كاهالي، احنا انا بتكلم انا على وحده محليه او وحدات محليه كوحده الوحده المحليه بالازديه ومجلس مدينه ابو حماد. ما فيش امكانيات عندهم للم الزمام والقمام من الشارع من الاهالي. بروح في الترعه اقرب مكان لها الترعه، وعاملين عمل حوض خرسانيه على المجرى المائي. طب الحوض الخرسانيه انت عاملينها ديت بدل ما تعمل حوض خرسانيه كوحده محليه ومجلس مدينه مكلفه جدا للغايه. طب ما اجيب هنا صناديق زباله واحط على ده لو بجهود ذاتيه حتى لو الناس تكاتفت مع بعض. ما هو هنا الجهود الذاتيه ديت متكاتفه جدا مع بعضها. بس ولكن مين هنا اللي يدير المنظومه؟ وحده محليه ومجلس مدينه. لازم فعلا في اداره التعاون واداره الراحه مش هتقدر تعمل كل حاجه لوحديها. او درع كل توعيه ومشي تطهير ترع وتطهير جسور وتصليح جسور في موال دايرك على طول. فالوحدات المحليه على مستوى اداره ابو حماد ومستوى مجلس مدينه طفاجوس الاثنين مع بعض، الخطاره الصغيره، العرفات، الهصاميه، الوحده المحليه بالروضه، الوحده المحليه بالهصاميه. رغم فينا برضه هنا فينا وحدات محليه وسيطه جدا ولكن في شغاله بس بقدر امكانياتها محدوده. محدوده. طيب نتكلم انا نقول هنا احنا عاوزين نوصل المياه لنهايه الفروع للناس دي. تلوث بيئه، الزراعه، ميه الشرب، فاهم ازاي؟ تلوث في كل حاجه. طيب انا بالرجاء ان الوحدات المحليه ومجلس مدينه ابو حماد ومجلس مدينه فاجوس بالتعاون مع الاداره العامه للرعايه الصالحيه بعمل صناديق قمامه على داخل القرى اللي داخل المجاري المائيه. خطر كبير جدا التلوث ده، امراض بعد كده يعني. يا فندم قريه الازديه احنا ترعه ام حجر وترعه جمر واحد واثنين من اخطر الاماكن، على كميات اراضي دي بشكل حوالي 11000 فدان. طيب دول يشربوا ازاي؟ ما يكون في اول 3 كيلو كلهم قمام. طب احنا هنلاقي احنا كذات راي يوميا شغالين بس نشيل كميات ايه؟ كميات مش مهوله، كميات رهيبه الشكل. طب والسوق اللي عامل ازمه داخل القريه ديت، هل رئيس مجلس المدينه واحده المحليه مش جايه تنقله من على جسر الترع ده هتحطه في مكان تاني؟ رغم ان اداره عامه راس الحياه وفرت له مكان تاني، وفرت له مكان تاني برضه على املاك وزاره الري، اداره عامه راس الحياه وزاره الري جات مكان فاضي اهوت وتابعنا وعمل في سوقك، ولكن برضه هم مصرين على الوضع اللي هم ماشيين عليه. فرق جيدا بخاطب رئيس مجلس مدينه ابو حماد مشكورا يتعاون في القريه ديت او القرى بحر الرمل وبحطيط في جميع القرى ديت. لكن عربيه بتلف كل اسبوع تروح قريه، مجلس مدينه تلف كل اسبوع قريه، هتعمل ايه؟ صح، مشكله كبيره جدا. طيب احنا الخطر احنا بنجي، احنا طبعا احنا كوزاره الطريق شغالين بنشيل ونطلع بعربياتنا ولوادرنا والكلام ده كله. فين التعاون اللي معانا؟ توعيه مدير عام بيعمل توعيه، عمل متكاتف ما بين الهندسات والمدير، تطرات على الترع من الساعه 5 الصبح بتلاقي من المدير الهندسه للمدير العام مر فين تلوث، فين في قمامه، في هنا مش عارف فينا ايه، بيبعت معدات تشتغل 24 ساعه، في حركه شغل متواصله بين الاداره العامه للصلاحيه، شغل غير عادي. ولكن طيب فين التعاون هنا بقى من 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 الوحدات المحليه واقسام البيئه والادارات الزراعيه؟ وبعدين حتى الاسماء، لما الوحده المحليه مثلا يقول احنا عاوزين اسماء الناس اللي بترمي زمامه دي قمامه دي، يقول لك والله ما اعرفش عنها حاجه. امال انت كوحده محليه وقسم بيئه واقسام بيئه ما تعرفش عنها حاجه؟ فين المتابعه بتاعتكم انتوا؟ فين التعاون معانا؟ هو اداره الري وهندسه الري هتقدر تقوم بالمهمه دي لوحديها؟ مستحيل طبعا، ده شيء خارج النطاق خالص. ده الري في ميه توزع، في تطهير ترع، في توزيع مياه على جميع الفروع، في تصنيع، في تبطين، في اداره شغاله في كل اتجاهات، في كل اتجاهات. فما كنش احنا كفرد او اداره عامه راس الحيه بتشتغل لوحدها، يجب التكاتف يكون موجود من رئيس مجلس مدينه فاجوس كاداره. بتكلم عن اداره لا نتابع اليها، وممكن يكون في اداره ثانيه برضو طبعا في اداره مركزيه كتير جدا كاداره ري غرب نفس المشكله برضه، نفس المشكله على بحر مويس نفس المشكله. يعني تبص المشكله دي موجوده في مصر؟ لا موجوده بس هنا في ارهاق يا فندم. احنا عاوزين ارهاق اكتر. التوعيه من المفروض طبعا هنا يكون منين؟ من الوحده المحليه، تعمل ادوات في مركز الشباب، تعمل اسلوب حضاري للناس، تعمل صناديق زباله بدل ما انا اكلف انا مئات الالوف جسور على المجاري المائيه وهي مخالفه للقانون.
طب معمل صناديق الزباله وشيل الزباله الموجوده في المجرى المائي ديت، امنع نزولها على الاقل. فيعني الامور ده بالنسبه لتره ام حجر وقريه الازدياب بالذات. نتمنى رئيس مدينه ابو حماد يتعاون بالفعل مع رئيس الوحده المحليه بالازديه بكل جهده، لان البلد ديت بلد متكامله في كل حاجه وبتعمل خير كتير جدا وتعاونوا مع بعض في كل حاجه. ولكن المشكله في حاجه، مين هنا اللي يدير المنظومه؟ وده الخطر نفسه. الخطر هنا كتوعيه من الوحده المحليه تتعاون مع الناس، تتعاون مع المواطنين، تعمل صناديق زباله. بس مجلس المدينه المفروض يوفر الحاجات ديت، المعدات اللي تشيل الزباله من المجاري المائيه وتشيل الزباله من البلد ما تنفذ بسرعه. بص تلاقي 3 كيلو كاملين كلهم زباله، كل خمس ست ايام تيجي العربيات بقى اداره عامله الصحه تشيل. فعمليه اجهاد وتكلفه بهيضه جدا على الدوله. نرحب بقى بالاستاذ والكاتب الصحفي محمد الحوت. احنا اتكلمنا عن الميه، احنا هنتكلم بقى حضرتك حبيت النهارده تكون معانا عشان تتكلم عن الفلاح المصري. يعني من الميه والاكل والاتنين وجهين لعمله واحده، ما نقدرش نعيش من غيرهم. حضرتك النهارده لو عايزين نرجع مفهوم اعاده تطوير منظومه الفلاحه المصريه. اولا انا سعيد بانني فلاح ومن قريه فلاحين، هي قارة الصومالية اللي هي تابعة لمركز فاجوس. طبعا أنا سعيد حضرتك. الفلاح دي جندي مجهول. أثناء ثورة يناير يعني لولا حفظ الله، أولا هم 3 جنود لحفظوا مصر، القوات المسلحة اللي هي ممثلة في الجندي اللي هو كان بيحرس الأرض والعرض، والشرطة المصرية اللي هي كان إيه بالداخل اللي كان بتفك الوقفات الاحتجاجيه والحرائق والتخريب اللي هو بعد يناير كان اكيد. والفلاح المصري اللي هو الجندي المجهول. الفلاح المصري يا فندم ابى ان يترك الفاس او الارض. كان اثناء بعد الثوره كان شفنا جميع عمال الشركات والمصانع وقفات احتجاجيه واضرابات وعايزين زيادات مرتبات وعايزين استاذ محمد، هو وضعه اتغير احلى بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ لا طبعا الوضع اتغير احلى. طبعا احنا ربنا جدنا بالرئيس السيسي اللي هو نقذنا او انتشلنا بالبلد دي الحمد لله. المهم عبد وصل حضرتك لمعلومه، بس الفلاح المصري يا فندم كان دول بيعملوا اضرابات واحتجاجات، والفلاح المصري كان بيبات في البنزيمة عشان يجيب جيركن جاز يسقي بالأرض عشان يأكل أهله وشعبه. الفلاح المصري ما تركش عمله أبدا. الفلاح المصري أنا بناشد رئيس السيسي إن هو، وطبعا عارف رئيس السيسي واثق إن هو هيقف ويساند الفلاح المصري. الفلاح المصري طبعا إن يتحرك أو تنشط الفلاح المصري، بيشتغل الجزار، بيشتغل النجار، بيشتغل الكهربائي، كل البلد تتنشط. الفلاح لما تنشط البلد كلها بتتحرك. فطبعا اني بناشد الرئيس السيسي ان هو يسند الفلاح المصري. طبعا وانا واثق ان الرئيس السيسي طبعا عمل انجازات كبيره وعمل مشاريع وعمل كل حاجه. لازم كمان يبقى ليكم مقاعد في مجلس النواب بقى الفتره الجايه ان شاء الله. يا ريت. انا لو في مجلس النواب يا فندم والله انا كل واحد اتكلم على الفلاح. لا الفلاح النهارده الفلاح طبعا هو المحرك البلد، هو الدينامو منطقة الشباب، هو يعني هو الدينامو، هو العمود الفقري بتاع البلد. منطقة الشباب الفلاح ده هو كل حاجة يا فندم. فأدي طبعا اتفضل. بقول منطقة الشباب النهارده كبالنسبة للأستاذ محمد الفلاحة، منطقة الشباب النهارده منطقة الملاك بالذات النهارده فيها كمية النهارده زرع تفرح. كتفرح محتاجين نسلط الضوء عليها أكتر. لا شيء في منتهى الروعة النهارده. طريقة الري الحديثة كميات ما بحساب. التطوير، الزراعات، التنمية الحقيقية بالفعل. فاهم ازاي؟ بس ده كله هنا يعني توسيع البقع الزراعيه في المنطقه ديت. يعني حاجات كتيره جدا في البرنامج نفسه. انا بشكركم جدا، بشكر المهندس لطفي توفيق وبشكر الكاتب الصحفي محمد حود، نورتونا واتكلمتوا في موضوع مهم جدا، الميه والفلاحه المصريه. بشكركم جدا وبشكر كل المشاهدين اللي شافونا النهارده. كنت معاكم دينا السعيد، استنوني كل اسبوع في نفس الميعاد كل يوم 2 من برنامجكم دينا والناس. شكرا لكم.